على حسب اللي جايب زبونه عند الجامعه مدان المنيره وانا على الكوبري هنا اللي في الحته دي حسب الانفجار تمام. حصل العربيه كان عالي جدا خلاص قلت زبونه المنيره ورجعت جاز بيدي بيقعد معايا عند الجامعه هنا بنقعد نشرب شاي ونسوقين لقينا عربيه فرنا الباب بتاعها مخروم من قوه الانفجار دي العربيه كانت هنا يعني السواق اللي حكى لنا كمان كانت هنا العربيه رفعت مع الارض بيقول لي العربيه رفعت مع الارض والطياره سابت مني معنى كده الانفجار بتاعها كان عالي فرفعت عليها مع الارض الدكسون ساب مني وعربيه ثانيه نزلت تحت قداماني اتكسر تمام كل اللي بحكي ده قد 3 ثواني بالظبط 4 ثواني بالظبط وصلت انا الزبونه وجيت قعدت مع اصحابي شفت العربيه فعلا ولقيت السواق فعلا اللي هو كان تعبان ده عمال يرجع من ريحه البارود عمال يرجع بقى جبنا له ميه وبتاع والكلام ده كله ده كله شفت ده كله اللي حصل بينه وبين شكرا ليك.